يقول: متى تكون الشفاعة حسنة ومتى تكون سيئة؟ إذا كانت بالباطل فهي سيئة، إذا كانت بالمباح فهي حسنة، وبالمنفعة التي ليس فيها ضرر تكون حسنة. وأما إذا كانت شفاعة بالباطل تمنع حق من حقوق الله أو حد من حدود الله أو تمنع حق من حقوق المخلوقين، هذه شفاعة سيئة. نعم.